الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة وواحد من الناس في رمضان. العيد على الأبواب، كل سنة وانتم طيبين. وصلنا طيبين يا رجالة كلكم. خلاص يعني يمكن بكرة أو بعده بكتير إن شاء الله آخر أيام رمضان. ربنا يعيد عليكم جميعا بالخير يا رب إن شاء الله، وعيد سعيد عليكم إن شاء الله بإذن الله. زي ما حضراتكم عارفين، إحنا في واحد من الناس في رمضان بننزل نروح لأجمل ناس في مصر، هم عمال مصر. بنقول لهم شكرا، كتر خيركم، شغالين في نهار رمضان، بيتعبوا وبيشقوا عشان يبنوا ويعمروا. والنهاردة في واحد من الناس هنروح المركز الطبي بقرية الأحراز، بيشيدوا هناك العمال هذا المركز، وأنا أتصور أن احنا هنكون سعداء جدا لما نشوفهم ونقول لهم كل سنة طيبين ورمضان كريم. خلاص رمضان على الأبواب، ويعني بجد احنا كنا سعداء جدا طول رمضان أن احنا كنا معاكم في واحد من الناس، وإحنا بنزور عمال مصر ونقول لهم كتر ألف خيركم، يا أجمل ناس في مصر. يلا بينا يا حمدي نروح المركز الطبي بقرية الأحراز. طبعا أنت مش عارف هو فين، انا هديك بقى اللوكيشن. يلا المركز الطبي دوت تم انشاؤه ضمن منظومه التامين الصحي، وبيهدف الى توفير غرفه عمليات اليوم الواحد واستقبال حالات الطوارئ. هو واحد يمكن من ضمن 24 وحده طب اسره بمركز شبين الاناطر، وملحق بها وحده اسعاف متخصصه، تكلفته تقريبا 30 مليون جنيه. خليك على طول بقى ناخد يمين. يلا خد يمين من هنا كده. جبت لبس العيد يا احمد؟ طب جبتوا لبس العيد؟ انتوا لسه تجيبوا لبس العيد يا جماعه؟ لا طبعا. ولا بطلتوا؟ الاولاد انا قصدي عليكم انتوا، يعني بتجيبوا لاولادكم طبعا. طب مين جاب ومين ما جابش؟ محدش جاب. طب مين فيكم عمل كحك؟ كلنا بنجيب جاهز دلوقتي يا دكتور. لا والله لسه الكحك برضو اللي بيتعمل في البيت جميل يا اخي. يا اخي من طقوس العيد الكحك ويتعمل في البيوت. والله غير الجاهز برضو. يلا كل سنه طيبين. خليك على طول يا حمدي. يلا خدي منها كده يا حمدي لو سمحت. احنا اظن وصلنا خلاص يا جماعه. على مهلك بس خدي منها كده. ايوه يا حمدي تمام. على طول يا حمدي. يلا. شايف الراجل بينظف ده؟ نزلني عنده لو سمحت. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك؟ عامل ايه يا استاذ؟ شرف بيك. الله يخليك. انا اسمي عوض عبد الحميد عوض. استاذ يا عامل في الوحده المحليه. احنا هنا فين يا عوض؟ هنا وحده طب الاسره بالاحراز. في الاحراز؟ هنا بيعملوا خدمات ايه؟ هنا كل حاجة، هنا أطفال وتطعيمات والناس اللي هي الحوامل، كل حاجة هنا. وعلاجات بقى، كشف حد تعبان. كويسة يعني؟ كويسة الحمد لله تمام يعني. طيب خلاص طالما أنت قلت يبقى خلاص. تمام. تمام. أنا من الحرز من هنا برضه. عندك أولاد قد إيه؟ عندي 4 عيال. ربنا يخليهم. الله يخليك يا أستاذ عمرو. ما شاء الله. مين؟ آدم وحمزة ومالك ويونس. عايز تقول لهم إيه بقى النهاردة؟ انا والله يعني هو العيد اهو كمان يومين، هتعايز تقول كل سنه هم طيبين طبعا، وانا بفرح بيهم والله، ونفسي يكبروا هم معايا كده واحده واحده. اسالك سؤال. اتفضل. قول لي عدد اللي بيلعبوا فريق الكره كام واحد؟ 11 و10 وجوه. 10 وجوه. طيب يا سيدي مبروك. الله يبارك فيك. دول 1000 جنيه من واحد من الناس. الله يخليك. كل سنه وانت طيب. طيب يا باشا. الله يخليك. الله يخليك. السلام عليكم. اتعرف بحضرتك. وفاء محمد جبل. منين؟ الحراس. اهلا وسهلا. اهلا بك حضرتك. شغالين ايه؟ لا عامله. عامله طبعا. اهلا وسهلا. عندك اولاد قد ايه يا وفاء؟ معايا 4. مين؟ معايا محمد وسعديه واحمد ومحمود. محمد واحمد وسعديه ومحمود. عايز تقول لهم ايه بقى النهارده؟ عايز اقول لهم كل سنه وانتم طيبين. العيد قرب بقى خلاص. كل سنه وحضرتك طيبين وهم طيبين ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. ربنا يعني رب كده يفرحك بيهم ان شاء الله ويسعدك ان شاء الله. بس حضرتك يا دكتور هسألك سؤال. الحصان بيعمل صوت صح؟ اسمه ايه؟ معرفش. طيب القطة بتعمل صوت اسمه ايه؟ بتنونو. طيب يا ستي دي 1000 جنيه هدية مني ليكي. كل سنة وانت طيبة. عيد سعيد عليك يا رب ان شاء الله باذن الله. شرف بحضرتك. هند سيدة. سهلي حضرتك. انا عاملة. عاملة؟
عندك اولاد؟ قد ايه؟ ثلاث. ما شاء الله ربنا يخليهم. وحضرتك؟ فاطمه احمد محمد. سالي ايه؟ عامله هنا. ايه بتعملي ايه؟ شغال هنا بنضف نظافه وكده. ما شاء الله. ومين تاني معانا؟ اتفضلوا. حضرتك سالي ايه؟ عامل برضه باشا هنا. منين؟ من الحرس دي. من الحرس دي. وحضرتك منين؟ من حرس حضرتك. اهلا وسهلا. اتفضلوا تعالوا. اتشرف بحضراتكم. حماده صابر منسي، ممرض في البحث الصحي. اهلا بيك يا حماده. اتفضلوا. اهلا وسهلا. اتفضلوا. اتشرف بحضرتك. هو ده محمد ابراهيم رئيس التمريض. باين ده. منين؟ من الاحرس. من الاحرس. ده حضرتك. انا سامح عبد الكود محمد رائد ريفيه. اهلا وسهلا بحضراتكم. مس سهير محمد عبد الخالق من قريه تحوريه. اهلا بيك يا مس. مس عبير عطا من وحده 8 شبين، شغاله في وحده الاحراس. اهلا وسهلا بحضرتك. مس اسرائيل عصام من كفر شبين. اهلا وسهلا بحضرتك. مس ايه مصطفى من كفر شبين. بحضرتك. مس نهى عمار من عرب الغدير. اهلا. ده انا سعيد جدا والله، يعني احنا جايين والله في صوم طيبين. اولا وعيد مبارك عليكم ان شاء الله، ويعني والشهر خلص خلاص يعني. انا سعيد جدا والله. الله يخليك. انا سعيد بيكم، انتوا اجمل ناس في مصر والله. طيب انا يعني هسالكم كده شويه اسئله كده، ويعني واللي يعرف يعني كده احنا يعني هنسلي سمكم كده في اواخر ايام رمضان. ماشي. مين هو اول الخلفاء الراشدين؟ ابو بكر الصديق. اتفضلي. 1000 جنيه دي من احد من الناس. سقفوا لها بقى. طيب ايه هو صوت الحصان؟ صحيح. مين اول واحد قال؟ لا انت قاعد ورا خالص، تعالي هنا. مين اول واحد قال هنا؟ طب تعالي. مبروك عليك، 1000 جنيه من احد من الناس. طيب ايه هي اكبر قاره في العالم من حيث المساحه؟ اسيا. مين قال اسيا؟ تعالى خلاص تعالى. كذبت اهو، كذبت. ايه هو اكبر حيوان على الارض؟ الفيل. تعالي مظبوط. سقفوا لها. مبروك. طيب الوان علم مصر ايه؟ ابيض احمر. تعالى. الف مبروك. ما هو لون تيشيرت فرنسا؟ انت اسمك ايه؟ سماء. تشتغلي هنا ايه؟ رائده ريفيه. اتفضلي. مبروك. سقفوا لها. طيب مين هو الملاكم الملقب بالاعظم؟ محمد علي. مبروك. الله يبارك فيك. السؤال الاخير، ايه هو الطائر اللي كلم سيدنا سليمان؟ طيب تعالى. مبروك. شكرا يا سلام. مبروك. كل سنة طيبين ورمضان كريم عليكم جميعا. احنا جايين بس نقول لكم مبروك على المشروع الجميل اللي انتم عاملينه، وحده طب الاسره. كل سنه طيبين وعيد سعيد عليكم ان شاء الله باذن الله، وربنا يسعدكم ويفرحكم جميعا. زي ما احنا شايفين حضراتكم، احنا النهارده اهوت هم دول اجمل ناس في مصر، عمال مصر وممرضات مصر ودكاتره مصر وبنايين مصر وكل الناس الحلوه اللي بتشتغل في رمضان وبيشتغلوا بشكل عام، هم دول اجمل ناس في مصر. جينا لهم نقول لهم رمضان كريم وعيد سعيد عليكم ان شاء الله.